عزيزي الاهلاوي الصميم، شفت اللي حصل؟ طعميه حلوه عزيزي الاتحاداوي، طعميه حلوه. اديلك بقى كده كوبايه لبن كده ولا حاجه تضيع الحماوي. النادي الاهلي بيكسب الاتحاد وبياكل الكبسه النهارده بنتيجه 3-1. ابو 3 هنسميك من دلوقتي ابو 3 زي الزمالك، او الهلال فلت باربعه انت 3. وهسمعك كمان شويه فيديو يا ابو 3 ابو 3 بتاع الهلال علشان خاطر تكيف كده وتنام وتروح تلعب على الخامس والسادس النهارده. فانت انت اللي قتلت نفسك، انت اللي موت نفسك النهارده، انت اللي ضيعت الماتش من ايدك، انتوا اللي شفتوا نفسكم على الاهلي. ودي او ده سر فوز الاهلي دايما في الماتشات الكبيره. الانديه لما بتحس او لما بتفرح انها كسبت نادي ضعيف وعدت من نادي ضعيف فتفتكر يقول لك هات الاهلي الان، احضروا لنا الاهلي نكسب ونعد بفوز ونكسبه 5-6 وطعميه طعميه. حلوه الطعميه؟ اكيد حلو. كبسه احلى على فكره، كبسه حلوه. النادي الاهلي بيكسب النهارده بنتيجه 3-1 لولا الفرص اللي ضاعت كان زمان الاهلي كسبان 5-6. نادي الاهلي كله خطرته، بيرسي تاو، كهربا، الشحات، الثلاثه ضايعين كور النهارده. كهربا ضيع كوره، بيرسي تاو كورتين اخطر من بعض، كله خطر. النادي الاهلي لو ركز في الهجمات دي اجوان محققه. بيرسي تاو لوحده راح بانفرادين، واحد منهم تسلل بس كان قدام انفراد قدام الاهلي. لعب النهارده بخطه الحمد لله اغلب الناس اللي توقعتهم لعبوا النهارده ما عدا محمد هاني وكوكا في نص الملعب. وكلنا ليه شفنا ان ديانج ما نزلش؟ ديانج لسه مش في حل، ان شاء الله هينفعنا في الماتش الجاي. لكن المره دي شفنا كلنا الهجوم بتاعنا كان عامل ازاي، وفعلا الثلاثي كان مؤثر، كهربا وبيرسي تاو. الشحات ما ظهرش غير يعتبر في الشوط الثاني، الشوط الاولاني ما كانش ظاهر للاسف، كان يعني كابسينو هناك الناحيه الثانيه ما كانش ظاهر. تاو كان بيعدي، كهربا كان عامل شغل، امام عاشور كان يعني لسه مش مركز في الاول بس خد الثقه وبدا ويلعب. كوكا حاول على قد ما يقدر وكان راجل النهارده. ياسر ابراهيم وعبد المنعم والشناوي ده السد العالي. الشناوي يا جماعه النهارده عمل ماتش للتاريخ، صد كوره من بنزيما، صد ضربه جزاء، صد اكتر من 3 كور او 4 كور لبنزيما، والكوره الاخيره اللي جت جون يعني مش واضحه تسلل ولا لا، بس اهو صعبه يعني ما اكيد مش عارف يصدها لو كان واقع على الارض، ولكن ما يسالش عليها. لكن يسال هنا بقى الحكم. الحكم النهارده بيحاول على قد ما يقدر انه يجامل الاتحاد. كلنا شفناه في ضربه جزاء الاتحاد واللي الكوره اصلا كانت خارجه بره الملعب يعني مش مستفاد منها، واللاعب بيلف بظهره اساسا يعني مش شايف الكوره، زي كانك كده بتلطش بايدك انت مش شايف. لكن التاني الكوره كانت نازله قدامه ولسه قدام الجول، فانت ما تقارنش وما تقولش ان النظام الاهلي خد ضربه جزاء ندي للاتحاد ضربه جزاء ونرجعه للماتش تاني. كلنا شفنا مودست لما نزل والحق ايه بقى، الاهلي عامل حرقان، لازم يدوا مطوه كده للاهلي وهو داخل الماتش الجاي ان هو يفقد لاعب او اتنين. شفنا كلنا كروت الصفراء لامام عاشور وكهربا والشحات ومعرفش مين، كله طلع كروت صفرة لان عارف ان الماتش الجاي ان شاء الله نكسب باذن الله ونعدي. الاهلي بيحاولوا يوقفوا في اللعيبه عشان خاطر يخش قدام مانشستر، لو ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله يعدي من فلامينز البرازيلي هيقابل مانشستر سيتي، فهيقابله باللعيبه دي اللي ناقصه دي كده مش هيبقى في حد، يعتبر اللعيبه المؤثره عندك واخدين كروت صفرة كله. مودست اتطرد وحجازي الغلاوي، يعني عايز اقول الغلاوي هو ده غل الصراحه، يعني حجازي النهارده انت بتلعب عشان خاطر فريقك وكل حاجه، لكن انت بتحس ان فعلا قدام النادي الاهلي اللعيبه المصريين بيطلعوا غل كده، يحس فيه غل بيطلع. طب ما شفناكش كده ليه مع النادي الاهلي؟ ما شفناكش ليه كده مع منتخب مصر؟ ما شفناكش ليه كده؟ ما علينا، هي الفلوس حلوه في السعوديه. النادي الاهلي يعني حز قوي، صقر. ده قلت زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت، ده صقر. النادي الاهلي بيسقر المباراه للتاريخ، قال لك احنا كسبناكوا 3-2 وكسبناكوا ما اعرفش في 2005 وكسبناكوا ما اعرفش ايه، ونادي الاهلي بيعلنها صريحه مفيش غير الاهلي في الوطن العربي. النادي الاهلي بيكسب النهارده الاتحاد 3-1، اهداف حسين الشحات وامام عاشور وعلي معلول. كلنا طبعا شفنا خطوره تحركات كهربا اللي تسبب في ضربه جزاء، سبب في اسيست لامام عاشور. فالنهارده الاهلي عمل اللي عليه بالزياده، تغيير كولر للاسف خسرناها، وخسرناها الماتش اللي بعده كمان وبسبب الحكم. اللاعب برده مش قصد ان هو يعني يديله بالكوع، طب ما الاهلي الواد اداله بوش في وشه، اداله بالكوع في وشه ما اتحسبتش ومشيتها. فما بحبش انا الازدواج، للاسف عندهم ازدواج كام ومش عادلين، وده اللي كان متوقع، ولكن الحمد لله الماتش مشي. واقول برضو ان الاهلي النهارده كان متحكم في الماتش اكتر بكتير جدا من الاتحاد، قفل وقتل اللعب بتاع الاتحاد. وزي ما قلت لكم سر الفوز النادي الاهلي هو الجبهات الشمال، بالذات الجبهه الشمال ورا خط الدفاع والكرات العرضيه.
النهارده ما استفدناش من الكرات العرضيه، لكن استفدنا من الجبهه الشمال، واستفدنا من المساحات الواسعه اللي كانت في ظهر الدفاع، وكلنا شفنا النهارده الاهداف اللي دخلت كانت عامله ازاي، والاخطاء الدفاعيه الكوارث اللي بتحصل من نادي. فيا ريت تشوف نفسك كويس. انت عم العميد وكل حاجه على راسي، بس لما تيجي قدام القائد، قدام اركان الحرب، ولا قدام مشير، يديله تعظيم سلام. ده النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا والوطن العربي. خلص الكلام، صفحه واتقفلت. نركز في فلومينزي البرازيلي، نركز في الماتش اللي جاي علشان خاطر يعني ده الاهم دلوقتي، ويا ريت ما نحتفلش كتير جدا بالماتش ده، هو هيبقى في التاريخ، ممكن يحتفل بيه ان شاء الله بعد ما يصعد من نص النهائي، لكن الماتش الجاي مهم جدا ويزيد اهميه عن ماتش الاتحاد. نركز 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 عشان خاطر ان شاء الله الماتش ده لو عديناه هنضمن الميداليه الفضيه والمركز الثاني في كاس العالم للانديه، وهو اول يعني مركز الاهلي حققه منذ سنين ورقم للتاريخ، ويعني برونز، يعني خدنا البرونزيه 3 مرات قبل كده. النهارده ان شاء الله المره دي او الكاس العالم ده ان شاء الله نحقق الميداليه الفضيه او الذهبيه لو ربنا قدرنا ان شاء الله احنا نكسب ونعدي مانشستر سيتي. ان شاء الله ان شاء الله كل الدعم لمستر مارسيل كولر واللعيبه، وان شاء الله الخطه الجايه كولر تكون سديده، وان شاء الله النادي الاهلي يكسب الماتش الجاي. شكرا بخير، ما تنسوناش بقى دعائكم ودعاء لاخواتنا في فلسطين، كل الدعم ان شاء الله. شكرا لكم، السلام.